لسيادة اللواء نصر، كلمنا على أكبر خطة خداع حدثت ونجحت خطة خداع. عملنا كل حاجة، ده زي ما بقول كده خداع، ثم فاجئناهم بالضربة الأولى يوم 6 أكتوبر الساعة 2 كده. ضربة جوية ثم مدفعية ثم مساحة مشتركة. خلاص الديناميك أنا ابتديت زي ما بقول عصاية السابقة سابقة، خدت إيه يعني، ده مبدأ من مبادئ الحرب، هو المبادئة. طالما أنا بدأت بقى كل فعل ليه هو رد فعل ليا. نعم. يعني انا البادئ هو ما بدلوش فكره. نعم. ان هو يبادئ يجهز نفسه يستعيد المبادئه ابدا. نعم. عشان احقق الكلام ده كله. نعم. هي بدات من اول ما ايه؟ يعني هم لما زي ما بيقول لك ان ايه؟ اللي خط بارليف ده يبقى لازم قنبله ذريه. نعم. لا احنا مش هنجيب قنبله ذريه. نعم. ومش هنستنى 50 سنه يا عم بارليف. نعم. ده انا هرجع 5000 سنه وارجع زمان، كانوا جدودنا. نعم. بيستعملوا ايه مع دي؟ الميه، خراطيم ميه، خراطيم سلالم حبال زي ما سيادة اللواء سارت بيقول قدامك. هي دي اللي احنا نعمل هذا الساتر. نعم. اللي وصل 20 كيلو 20 متر فوق القناه. نعم. بخراطيم ميه انزله بفكره اللواء ادي مفاجاه. باقي زكي باقي زكي رحمه الله ظابط. نعم. مصري. نعم. من عندنا، ما جبناش حد من بره يفكر. نعم. لنا فكره. نعم. وفكره ايه؟ يعني عظمه الفكره. صحيح. في انها ايه؟ بسيطه بسيطه، حاجه تخيل. نعم. بميه، الميه اهي، وادي الميه، ما جبناش حاجه، الميه في القناه. نعم. بس بقى الفكره انك انت ايه؟ ازاي تجيب طرمبات الميه دي؟ يعني عندك في ناس انا عايز طرمبات اعماق قويه جدا. نعم. وعايز تجيب معدات. طب نعم. انا لو رحت اجيبها هستوردها من بره. نعم. يبقى انا استوردتها، ممكن يعرفوا الفكره. هيعرفوا طبعا. ده انا خليت وزاره الزراعه تستورد لي حاجه، وبتوع المطافي يستوردوا حاجه. نعم. وكل واحد بيجيب حاجه، وبتوع البترول بيستوردوا حاجه. نعم. وكل دول في النهايه بيصبوا عندي، وانا بجمع وبعمل بيها المضخات بتاعت ايه؟ نعم. بتاعت اللي انا بوقع بيها الساتر الترابي دي. نعم. الاهم من ده، وده زي ما بنقول ايه، ان يخليه، ما هو هيشوف ده في وقت من الوقت. طبعا. هيشوفه طبعا، واول ما هاجي الناس بتتقدم وبرفع درجه الاستعداد وبعمل الكلام ده. نعم. هيصدق. نعم. هيبتدي. نعم. انما اخليه ما يصدقش خالص. تخيل لما اشرك رئيس الجمهوريه بشخصه في هذه الخطه، ويبقى رئيس الجمهوريه ويوافق على نفسه ان هو راجل هيزيتد، بيتكلم بيقول اي كلام زي ما قال عامل الحسم، وبعدين طلع عامل ضباب. نعم. وقال لك لا لا، ده السادات بايه؟ بيقولوا كلام الاستهلاك المحلي. في حين ان هو فاهم هو بيعمل طبعا. ايه؟ والدوله عارفه هي بتعمل ايه؟ نعم. انما شوف دي ايه؟ الفكره دي شارك في الخطه. ابتدينا نشغل بحيث ان ايه؟ طيب انا هبتدي دلوقتي عايز احشد القوات، عايز استدعي القوات دي. نعم. طب عشان استدعيها لازم اعمل سبب. فكنا بنعمل بقى كل سنه خطه ايه؟ مناوره تدريبيه. نعم. وطبيعي لما باجي اعمل مناوره تدريبيه بستدعي. نعم. الاحتياط. نعم. وبيجي يخش تحت التدريب، واخر ما بخلص بيروحوا. نعم. عملنا الكلام ده. نعم. بس المره دي جينا بقى ايه؟ الناس دي جت ودخلت على الاطقم بتاعتها. نعم. وليله الهجوم رحنا مسرحين جزء منهم مش كلهم. تمام؟ نعم. محطات القطر ومحطات الاتوبيسات والتاكسيات، ناس نازله خلاص، احنا أجازة. خلصنا المناوره راجعه، خلصنا. انت بتقول لي بكره هيحاربوا او لا؟ ده الناس نازله اجازه. نعم. لا ده في اللي كمان لنقح من كده، تيجي القوات المسلحه تروح عامله ايه؟ العمره، تعليمات العمره. ايوه صح. ويجي الناس وتقدم خبر في الاهرام قد كده. والعمره ده هتبتدي هتبتدي ايه بعد؟ نعم. يوم بعد يوم 7 و8 اكتوبر. نعم. لسه ما فيش مشكله. نعم. حاجات كتير من هذا القبيل. مثلا القوات الجويه يروح ليبيا تقريبا، او يروح مهمه خارجيه، قاد الجويه، قاد الجويه. ده في كمان، لا ده فريق الشاذلي نفسه راح الجزائر، بس راح تحت اسم مستعار. وراح نسق مع الرئيس بومدين. نعم. العمليه الناس بتوع سوريا لما كانوا بييجوا هنا عشان ينسقوا معانا. نعم. بييجوا بشكل ما وبيرجعوا بخطه رجوع، اللي مسافر على السعوديه وراجع. نعم. واللي مسافر هنا وراجع، خطه خداع مطبوخ. يعني مثلا على سبيل. نعم. المثال. نعم. انا عندي المستشفيات العسكريه ما تكفيش. نعم. لازم المستشفيات المدنيه تبقى جاهزه لاستقبال الجرحى في حاله الحرب. نعم. نعم. كل ده طلعت لجنه من من وزاره الصحه. نعم. بتفتش على بتاع مستشفى الدمرداش. نعم. قال ايه ده؟ اكتشفوا فيها فيروس معين، وده جايب مستشفيات، تخرج الناس دي بسرعه لحسن فيه فيروس ينتشر. فضينا المستشفيات من غير ما حد يحس. كل ده انت بتعمله خطه متكامله. خطه حصل متكامله. حاجتين اتنين ليله الحرب كان ممكن يضيعوا كل اللي احنا بنعمله ده. تمام؟ ك
كان متفقين السادات والأسد إن إحنا سوريا يوم 4 أكتوبر تدي خبر للروس إن إحنا هنهاجم يوم 6. إحنا نديهم خبر يوم 5. نعم. بمجرد ما الرئيس حافظ الأسد قال لهم يوم 4 راحوا هوب جايبين طائرات عملاقة على مصر. بيشيلوا الناس. بيشيلوا الناس وراجعين. بتوعهم. دي كانت ممكن خلاص دينية خلاص تتكشف. خلاص. دي حاجة خطيرة جدا. نعم. فده إيه كانت نقطة. ترحيل العائلات بتاعتهم. كانت حاجة تانية أخطر من كده. نعم. وزير الطيران المدني معاه ضابط طيار فاهم القصة. فقال لك لو جم ضربة هيضربوا لنا الطيارات في المطار فأي طيارة مدني الطيارات دي يوم 5 تبات كلها برة. أي طيارة راح لندن تبات في لندن، راح باريس تبات في باريس، مفيش طيارات تيجي كلها.